وصل إلى بيروت مؤخراً كل من النجوم قاسم الساهر وصابر الرباعي وشيرين عبد الوهاب وبوسي وهند صبري ودرة، وذلك من أجل الحضور والمشاركة في حفل الموركس دور الذي يقام سنوياً في العاصمة اللبنانية ببيروت، وهو واحد من أهم المهرجانات والحفلات على مستوى الوطن العربي الذي يتم فيه توزيع جوائز الأفضل في كافة مجالات الوسط الفني على النجوم بل وتكريمهم أيضاً. وقد تسربت حتى الآن أخبار تشير إلى أن كارول سماحة ونوال الزوبي وشيرين عبد الوهاب من الحاصلات على جوائز الأفضل في الموركس دور. أنا انكتب لي عمري وانت بين إيدي، وحاجات كتير كانت بعيدة زماني.